برشا بيسجل لان جوردي ألبا متقدم وكرة الحق الجول. جول من البداية يعني الامور واضحة. الغاني بوتي اللي يسدد ولكن القائم يتدخل. العام يوم التقى في الدرجة الثانية. الثاني خلاص جات الثاني. الثاني للبرشا. جلس ميسي في المدرجات وجلس نيمار على قائمة البدلاء. يتكفل سانشيز أولا ويتكفل بالهدفين اليوم 25 هدف يمكن 26. نعم الجول الثالث لبرشلونة. برشلونة أخيرا يسجل بالهاتريك في مباراة اليوم مثل ما فعل بيدرو في مباراة ختافي. يأتي سانشيز يأتي بالهاتريك لبرشلونة ويسجل الهدف